بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح في كتاب الإيمان: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. من مباحث الإيمان أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وكلما أطاع الله، كلما أطاع العبد الله زاد إيمانه بالطاعة، وكلما عصى الله نقص إيمانه، إلا إذا كان هذا شركا أكبر فإنه يبطل إيمانه. أما ما كان إذا كان الذنب دون الشرك فإنه ينقص الإيمان ولا يبطله. هذا مذهب أهل السنة والجماعة المبني على الكتاب والسنة، خلافا للمرجئة الذين يقولون أن الإيمان شيء واحد وأهله في أصله سواء، لا يزيد ولا ينقص، وهذا مخالف للأدلة من الكتاب والسنة، ومخالف لعقيدة أهل السنة الجماعة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعده. فلذلك عقد له الإمام البخاري هذا الباب في أن أهل الإيمان يتفاضلون، بعضهم أقوى إيمانا من بعض. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب: حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير. نعم. هذا الحديث في أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار. أهل النار يدخل معهم الكفار والمشركون، وهؤلاء يخلدون في النار، ويدخل معهم عصاة الموحدين، عصاة المؤمنين، يدخلون النار إذا شاء الله تعذيبهم يدخلون النار ويحترقون فيها فيكونوا كالفحم. ثم يقول الله: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون من النار وهم فحم، تفحمون والعياذ بالله. ثم يلقون في نهر قالوا له نهر الحياة، فينبتون، تنبت أجسامهم كما تنبت البقلة
ثم بعد ذلك إذا تكامل خلقهم وعادت أجسامهم يؤذن لهم بدخول الجنة. والشاهد من هذا الحديث واضح أن من المؤمنين من يكون في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل، دل على أن الإيمان ينقص حتى يصل إلى هذا المقدار، قال حبة من خردل من إيمان، هذا الشاهد من الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. نعم، حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، والرؤيا منها ما هو حق، ورؤيا الأنبياء من الوحي، رؤيا الأنبياء تختلف عن رؤيا غيرهم، فرؤيا الأنبياء من الوحي. رأى الناس يعرضون عليه وهو في الرؤيا، عليهم ثياب، وهذه الثياب هي الإيمان، وهي متفاوتة، منهم من يبلغ ثوبه إلى ثدييه، ومنهم من هو يعني تفاوتون في ثيابهم طولا وقصرا، إلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خليفة الراشد ثاني الخلفاء الراشدين، فإنه رأى عليه ثوبا يجر وافيا عليه، فسئل صلى الله عليه وسلم عن تفسير هذه الرؤيا، فقال: إنها الدين. والدين والإيمان والإسلام بمعنى واحد، إنها الدين. فبعض الناس دينه كامل وافي، وبعضهم دينه أقل من ذلك حسب درجاتهم في الإيمان، دل على أن الإيمان يزيد ويكمل كما أنه ينقص في بعض الناس. الناس في الإيمان ليسوا على حد سواء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحياء من الإيمان. الحياء تقدم أنه شعبة من شعب الإيمان 76، أو 74، أو 64 شعبة منها الحياء. حياء خلق وعمل قلبي، عمل قلبي يمنع الإنسان مما لا يليق، فالذي يرزقه الله الحياء فإنه يمتنع من الرذائل، ويمتنع من العيوب، ويتحلى للصفات الطيبة. الحياء خير، وعدم الحياء نقص، قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أدل على أن من فقد الحياء فإنه يصنع ما شاء من العيوب والرذائل. والشاهد من هذا
الشاهد من هذا أن الأعمال من الإيمان، لأن الحياء عمل قلبي، عمل قلبي، فهو شعبة من شعب الإيمان. ومن قل حياؤه قل إيمانه، ومن فقد الحياء نهائيا نقص إيمانه نقصا كثيرا. هذا الحياء وهو الذي يمنع من الشر ويجمل بالأعمال والأخلاق الطيبة، هذا هو الحياء المحمود. وأما الحياء الذي يمنع الإنسان من طلب الخير، طلب العلم، هذا لا يسمى حياء، يسمى الخجل، هذا خجل نقص. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. نعم، هذا مثل الحديث الذي قبله. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه، أي يلومه على ما فيه من الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم دعه أي اتركه، فإن الحياء من الإيمان. فهذا دليل على أن الحياء شعبة من شعب الإيمان، وهو عمل قلبي، ففيه دليل على دخول الأعمال القلبية، على دخول الأعمال القلبية في الإيمان. نعم. قال باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الله جل وعلا أمر بقتال المشركين، قتال المشركين والكافرين الذين يصدون عن دين الله ويؤذون المسلمين ويضايقونهم ويحاولون معهم أن يرتدوا عن دين الإسلام، هذا شأن الكفار مع المسلمين، أن المشركين دائما يريدون أن لا ينتشر الإسلام ويصدون عنه من يريد الدخول فيه، ومن دخل فيه حاولوا إخراجه منه بمخططاتهم وكيدهم دائما وابدا. فهؤلاء أمر الله بقتالهم، أمر الله بقتالهم كفا لشرهم عن الإسلام والمسلمين. فإن تابوا أي رجعوا عن الكفر والشرك إلى الإسلام، نطقوا بذلك الشهادتين ثم أتبعوا ذلك بالأعمال، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم، لا تقاتلوهم. تابوا وأقاموا الصلاة، ما لم يكتفي بقوله فإن تابوا، قال وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم، دل على أنهم لو تابوا بألسنتهم لكنهم أبوا يقيموا الصلاة وأبوا أن يؤتوا الزكاة أنه لا يخلى سبيلهم بل يقاتلون. هذا دليل على دخول الأعمال في الإيمان،
لأن إقامة لأن التوبة والنطق بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذه أعمال، والله جل وعلا حكم لمن أتى بها أن يخلى سبيله. وفي الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، إخوانكم في الدين. فهذا دليل على دخول الأعمال في حقيقة الإيمان، ودليل على أن الإيمان لا يكون بالنطق فقط باللسان كما هو مذهب الكرامية من المرجئة، لا يكون بالنطق باللسان فقط، لا بد من العمل، لا بد من العمل. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أي أمرني ربي أن أقاتل الناس بعد الدعوة. أولا الدعوة، فمن قبل الحمد لله، ومن لم يقبل بعد دعوته فإنه يقاتل. أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فهذا فسر الحديث الذي قبله، أو فسر الآية التي قبله، فسر الآية التي ذكرها الشيخ قبله، قوله تعالى فإن تابوا، بين أن معنى التوبة أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. هذا معنى التوبة، إن تابوا. ودل على ما دلت عليه الآية أنه لا يكفي النطق بالشهادتين، بل لا بد من العمل بمقتضاهما، لا بد من العمل بمقتضى الشهادتين، وليس مجرد لفظ يقال باللسان من غير عمل. دل على أن العمل داخل في حقيقة التوبة، في حقيقة الإسلام، في حقيقة الإيمان. عصموا مني دماءهم، إذا فعلوا ذلك عصموا يعني منعوا مني دماءهم، فلا يجوز قتالهم بعد ذلك إلا بحق الإسلام، لا بحق الإسلام، لا يقاتلون إلا بحق الإسلام. إذا امتنعوا من فريضة من فرائض الإسلام، يعني امتنعوا من الصلاة أو امتنعوا من أداء الزكاة، فإذا امتنعوا عن ركن من أركان الإسلام وعن شعيرة من شعائر الإسلام فإنهم يقاتلون على ذلك، كما قاتل الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة، قاتل مانع الزكاة مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا بحقها أي بحق الشهادة.
بأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وحسابهم على الله، ألا فيه دليل على أنه يقبل من المرء ظاهره. فإذا أظهر الإسلام يقبل منه ويكف عنه حتى يظهر منه ما يخالف ذلك، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كون صادق في توبته أو كاذب الله أعلم بذلك، هذا ليس إلينا، الله هو الذي سيحاسبه. فنحن نحكم على الظاهر، نحن نحكم على الظاهر، وأما البواطن فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. باب من قال إن الإيمان هو العمل لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. نعم، الإيمان يعني دليل من قال هذا القول أن الإيمان هو العمل، أن الإيمان هو العمل، قول الله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ما قال ادخلوا الجنة بما كنتم تؤمنون، بل نص على العمل، دل على أن الإيمان هو العمل، نص على أن الإيمان هو العمل. وهذا يؤكد أن العمل داخل في حقيقة الإيمان، وأنه لا إيمان بدون عمل، ولا يدخل الجنة أحد إلا بعمل، إلا بسبب العمل الصالح. أما استحقاق الجنة فهو بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن العمل سبب لدخولها. بما كنتم تعملون، الباء سببية، وليس العمل عوضا للجنة، لأن الجنة لا تقدر بالأثمان، ولكنها فضل من الله جل وعلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالباء في الحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، الباء باء العوض، باء العوض. أما الباء في قوله تعالى: بما كنتم تعملون، فهي باء السببية، أي بسبب ما كنتم تعملون. فعبر عن الإيمان بالعمل، عبر عنه بالعمل. نعم. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله. فوربك، هذا قسم من الله سبحانه وتعالى، لنسألنهم أي العباد أجمعين، كلهم يسألون يوم القيامة. عن ماذا؟ عما كانوا يعملون. ما معنى عما كانوا يعملون؟ أي عن قول لا إله إلا الله، كما فسرها بذلك هؤلاء الأئمة، عن قول لا إله إلا الله، فدل على أن القول من الإيمان، والقول عمل اللسان، القول هو عمل اللسان، ولا بد معه من عمل القلب ونية القلب، فدل على أن القول قول لا إله إلا الله أنه عمل يسأل عنه العبد يوم القيامة. نعم.
وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. لمثل لما ذكر الجنة, لما ذكر الجنة وما فيها من النعيم قال لمثل هذا, أي لمثل الجنة فليعمل العاملون لأجل أن يدخلوها. يعمل الشاهد في قوله يعمل العاملون أدل على أنه لا تدخل الجنة إلا بعمل, إلا بعمل. وأما اعتقاد القلب بدون عمل فإنه لا يدخل الجنة, لأن المشركين وغالب العالم يفرحون بقلوبهم بالإيمان لكن يمنعهم الكبر والحسد والحمية الجاهلية من أن يصرحوا بألسنتهم. قال تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فلا يكفي أن الإنسان يعتقد بقلبه, وليس الإيمان هو الاعتقاد بالقلب فقط كما تقوله الأشاعرة من المرجئة, وإنما الإيمان قول وعمل واعتقاد, قول وعمل واعتقاد, هذا هو الإيمان. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل, فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. هذا أيضا يدل على أن الأعمال من الإيمان. أي الإيمان أفضل؟ وبين صلى الله عليه وسلم أنه هذه الأعمال, هذه الأعمال يعني هذه الأعمال ليست هي الإيمان كله لكنها أفضل الإيمان. هذا دليل على أن الإيمان عمل, على أن الإيمان عمل وأنه يتفاضل, وهذا معنى زيادة الإيمان. نعم. قال باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل, لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام على نوعين, إسلام بمعنى الاستسلام ظاهرا, بمعنى الاستسلام ظاهرا, وهذا إيمان ضعفاء الإيمان أو إيمان المنافقين, إيمان المنافقين. فإن إسلام المنافقين هو الاستسلام فقط في الظاهر, أما في الباطن فليس عندهم استسلام ولا عقيدة, وإنما يستسلمون لمصالحهم العاجلة فقط. أو يكون مؤمن, مسلم مؤمن لكنه ضعيف الإيمان, في قلبه مثقال حبة خردل أو أكثر من ذلك. فالإيمان يتفاضل والإسلام يتفاضل, وقد يكون إسلاما بدون إيمان كإسلام المنافقين. ولذلك
ما قالت الأعراب آمنا ادعوا لأنفسهم منزلة لم يصلوا إليه. ليس معناه أنهم منافقون أو أنهم كفار، لكن معناه أنهم كملوا أنفسهم، قالوا آمنا. والله جل وعلا عاب عليهم ذلك. قالت الأعراب آمنا، والأعراب هم البادية. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي استسلمنا، ولا تدعوا لأنفسكم منزلة أن تصلوا إليها. الإنسان لا يزكي نفسه، ولكن قولوا أسلمنا. ثم بين سبحانه أنهم سيؤمنون وسيدخل الإيمان في قلوبهم فيما بعد، ما بعد دخل إلى الآن دخولا حقيقيا، ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، لما يدخل أي وسيدخل المستقبل، هذا بشارة لهم. لما عاتبهم الله بشرهم لأنه سيدخل الإيمان في قلوبهم، لكن استعجلوهم عادة الأعراب، استعجلوا في هذا. ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. هذا واضح أن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان، وأن الإسلام يأتي بمعنى الاستسلام فقط، ويأتي بمعنى الاستسلام مع الإيمان في القلب. نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. نعم. وهذا الحديث بمعنى الآية لقصة الأعراب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي ضعاف الإيمان، يعطي ضعاف الإيمان ليتألفهم على الإسلام، ولا يعطي أقوياء الإيمان يسيلهم إلى إيمانهم، فيعطي الرجل وغيره أحب إليه منه، ولا يعطي من هو أحب إليه، لأجل أن يتألف على الإسلام ويكل المؤمن إلى إيمانه. هذا واضح من هذا الحديث أنه أعطى رجالا، أعطى رجالا من ضعاف الإيمان ليتقوى إيمانهم، يتألفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك رجلا يزكيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ونعم المزكي، يشهد له بالإيمان. فاستغرب أن الرسول صلى الله عليه وسلم تركه ويعطي غيره ممن هو دونه، استغرب هذا وكرر على الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مؤمن فإنه مؤمن فإنه مؤمن، والرسول يقول أو مسلم، يقول أو مسلم، أنت لا تزكيه بما في قلبه لأن هذا لا يعلمه إلا الله، ولكن قل إنه مسلم، احكم على الظاهر، نحن نحكم على الظاهر ولا نحكم على الباطن.
هذا في دليل على أن المال ليس لنا إلا الظاهر، وأما البواطن فحكمها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقولون كل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مسلم يكون مؤمنا. فهذا فيه مثل ما في الآية أنه يمنع التزكية، أن يزكي الإنسان نفسه أو يزكي غيره ويقول فلان مؤمن، وإنما يقول فلان مسلم في الظاهر، يعني فيما يظهر لنا أنه مسلم. وأما أن نحكم بأنه مؤمن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة. والمسألة الثانية ما أشرنا إليها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي من لا يحب من ضعاف الإيمان من أجل أن يتألفهم على الإسلام، ولا يعطي من يحب لأن ذلك لأنه يكله إلى إيمانه، يكله إلى إيمانه. ولذلك لما قسم غنائم حنين أعطى المؤلف قلوبهم وترك الأنصار، لم يعطهم، ترك الأنصار لم يعطهم لأنهم مؤمنون، يثق الرسول صلى الله عليه وسلم منهم أن ذلك لا يؤثر في نفوسهم لأنهم مؤمنون صادقون مع الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا الحديث، الشاهد من هذا الحديث هو كما سبق أن الحكم في حقنا يكون على الظواهر ولا نحكم على البواطن، وأن الإسلام تارة يكون بدون إيمان كالمنافقين، وتارة يكون معه إيمان ولو كان ضعيفا كحالة الأعراب الذين قالوا آمنا، وأنه لا يزكي أحد أحدا على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إفشاء السلام من الإسلام. نعم. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. نعم، ثلاث. يقول عمار بن ياسر رضي الله عنه أحد السابقين الأولين المهاجرين رضي الله عنه، يقول ثلاث من كنا به استجمع الإيمان، يعني حوى الإيمان كله، وهي أعمال، هذه الثلاث أعمال، فدل على أن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان، وأنه تارة يعبر عن الإيمان بالعمل. من كنا فيه استجمع حقيقة الإيمان. الأولى الإنصاف من نفسه، الإنصاف من نفسه، فالإنسان لا يزكي نفسه، لا يزكي نفسه ويبدأ بنفسه، يبدأ بنفسه ولا يطالب الآخرين قبل نفسه. الإنسان يعرف قدر نفسه فلا يجرح الآخرين ويزكي نفسه، بل نفسه أولى بالتجريح حتى يترك ما لا يليق. فإذا أنصف الإنسان من نفسه أنصف الآخرين، وإذا لم ينصف من نفسه لم ينصف الآخرين. هذه واحدة. الثانية بذل السلام على العالم بفتح اللام،
على الناس يعني، كما سبق في الحديث اقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فبذل السلام على عموم الناس المسلمين يعني، على عموم الناس المسلمين، هذا من جوامع الإسلام. والثالثة الإنفاق من اقتار، أي من فقر، فإذا أنفق وهو فقير حسب استطاعته فهذا دليل على قوة إيمانه. قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يطعمون الطعام على حبه، يطعمون الطعام على حبه حاجتهم إليه يؤثرون غيرهم، هذا دليل على قوة الإيمان. نعم، فهذه أعمال. الشاهد من هذا أن هذه أعمال: الإنفاق، بذل السلام، الإنصاف من النفس، كلها أعمال. وقد عدها عمار، عدها هي الإيمان. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن تعرف. هذا سبق الحديث، قوله أي الإسلام خير أي الإيمان، لأن الإسلام والإيمان بمعنى واحد، أي الإسلام خير أي أيها أفضل، فدل على أن الإسلام والإيمان يتفاضل، يتفاضل كل منهما وليس حد على حد واحد. فقال إطعام الطعام، إطعام الطعام عمل، والإنفاق عمل، وأن تبذل السلام للناس مثل تبذل السلام للعالم، أي للناس المسلمين جميعا، وهذا عمل، دل على أن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان. وأطال البخاري رحمه الله في هذا الكتاب، كتاب الإيمان، على أن الأعمال من حقيقة الإيمان، ردا على المرجئة بطوائفهم الذين يفصلون العمل عن الإيمان ويقولون العمل شيء والإيمان شيء آخر. العمل عندهم إما مكمل وإما شرط، وشرط كمال أو شرط وجوب، وكل هذه أقوال لا حقيقة لها. فالأعمال من حقيقة الإيمان، بل تارة يعبر عن الإيمان بالعمل، كما يأتي في تفسير قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل نسخ القبلة، أدل على أن الصلاة إيمان وهي عمل. فهذا دليل على أن الأعمال من حقيقة الإيمان، ومن ليس عنده عمل ليس عنده إيمان، إلا إذا كان لم يتمكن من العمل، إذا دخل في الإسلام عن يقين وعن اعتقاد صحيح ونطق بالشهادتين ثم قتل أو مات قبل أن يتمكن من العمل، فهذا مؤمن، هذا مؤمن يدخل الجنة، ولم يعمل لأنه لم يتمكن من العمل، ما صار عنده فرصة بعد إسلامه للعمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كفران العشير وكفر بعد كفر. يكفر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يبارك فيكم وفي علمكم. هذا سائل يسأل فيقول: ما معنى حديث يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة؟ معناه بينه الرسول صلى الله عليه وسلم
أن المسلم أن الكافر أن الكافر يقتل المسلم الكافر يقتل المسلم ثم إن الله يمن على الكافر فيسلم يدخل في الإسلام بعد ذلك بعد القتل فيدخل الجنة القاتل والمقتول يدخل الجنة القاتل والمقتول القاتل الذي أسلم وتاب إلى الله عز وجل والمسلم المقتول نعم أحسن الله عليكم وتقول ما حكم وضع المصحف على الأرض تقول السائلة ما حكم وضع المصحف على الأرض لأننا نرى بعض الأخوات في حلقات التحفيظ يضعن المصحف بجانبهن أو أمامهن على الأرض إذا كان المصحف يوضع على فراش سجادة أو فراش لا بأس لذلك أما إذا وضع على التراب على الأرض يعني على التراب فهذا لا ينبغي لأن المصحف يجل ويعظم يرفع عن الأرض أما إذا كان القصد في الأرض أنها تضعه على الفراش الذي تصلي عليه أو هي جالسة عليه فلا مانع من ذلك نعم أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول من أتى بمكسر كالطواف على القبور من أتى بمكسر كالطواف على القبور وعذر لجهله لأنه لم يبلغه العلم فليحكم بإسلامه أم أنه معذور هو يحكم بإسلامه أم أنه معذور بجهله لا من فعل الشرك من فعل الشرك الأكبر يحكم عليه بالكفر بناء على الظاهر أنا قلت لكم نحن نبني على الظاهر نبني على الظاهر فمن فعل الشرك أو تكلم بالشرك الأكبر نحكم عليه بأنه مشرك كافر نعامله معاملة المشركين يعني على الظاهر وأما أنه جاهل أو معذور هذا إلى الله سبحانه وتعالى لذلك إذا مات أو قتل المشركون الذين يعبدون القبور أو يعبدون الأضرحة إذا قتلوا أو ماتوا لا نعاملهم معاملة المسلمين بل نعاملهم على ما ماتوا عليه فيما يظهر لنا من الكفر والشرك نعم أحسن الله عليكم وهذا سائل يقول هل يجوز الدعاء على الكفار بصورة عامة الدعاء على الكفار بصورة عامة إذا حصل منهم ظلم إذا حصل منهم ظلم واعتدى على المسلمين لا بأس أن يدعى عليه أما الدعاء عليهم بدون ظلم حصل منهم فنحن ندعوهم إلى الإسلام الواجب علينا أن ندعوهم إلى الإسلام نسأل الله لهم الهداية ولا ندعو عليهم إلا إذا حصل منهم تعد أو ظلم على المسلمين نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول سمعت بعض طلبة العلم يقولون إن مسألة الاستسقاء بالصالحين والتوسل بهم إلى الله تعالى مسألة خلافية هل هذا صحيح؟ الخلاف لا قيمة له في هذا هم كل خلاف يعتد به خلاف المخالف للأدلة لا يعتد به يبنى على القول الصحيح المبني على الدليل ولا عبرة بالخلاف المخالف للدليل فلا نقول هذه مسألة خلافية لأن الخلاف هذا لا قيمة له لأن الأدلة تبطل توسل بذوات الصالحين التوسل بدعاء الأحياء لا بأس أما التوسل بالأموات هذا لا يجوز لأنه لا دليل عليه من الكتاب والسنة فهو بدعة نعم أحسن الله إليكم يقول هذا السائل ما حكم الجلوس في البيت لاستقبال المعزين لمدة ثلاث ما حكم الجلوس في البيت لاستقبال المعزين لمدة ثلاثة أيام لا ينبغي هذا لا ينبغي أن العزاء يرتب له ترتيبات ويعلن عنه وتقام ولائم أو في بعض البلاد ينصب خيام وسرادقات هذا كله من مخالفة السنة
في العزاء. العزاء هو الدعاء، تدعو للميت وتدعو للحي المصاب بدون ترتيبات وبدون توقيت وبدون نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كثرت في هذه الأيام عروض بعض شركات الاتصالات. نعم. كثر في هذه الأيام بعض العروض التي تقوم بها شركات الاتصالات، وذلك عن طريق بطاقة الشحن، بحيث يدفع الشخص ما مقداره 300 ريال قيمة البطاقة، ويوجد بداخلها 500 ريال قيمة المكالمات، فهل 200 ريال تعتبر ربا؟ ما أدري أنا، هذه ما أعرفها أنا، أحتاج إلى تأمل. لكن إذا دفع مالا قليلا ليحصل على مال أكثر منه بريالات أكثر، هذا ربا بلا شك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في صيام التطوع إذا لم يكن الشخص صائما وكان مع جماعة صائمة، هذا في صيام التطوع، وحضر معهم وجبة الإفطار وأفطر معهم ولم يخبرهم بأنه غير صائم، وربما ظنوا أنه صائم، فهل في ذلك شيء؟ ليس في ذلك شيء، يأكل معهم ولو بلازم يخبرهم أنه ليس صائما. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: بعض الشباب يشغلون أنفسهم في رمضان بتتبع الأصوات والمساجد، فيوم عند مسجد في الشرق ويوم في الغرب وهكذا، حتى أن بعضهم يفوته جزء من الصلاة، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ المقصود من قيام رمضان طلب الأجر، وليس المقصود تتبع الأصوات هي أحسن، المقصود طلب الأجر في القيام والركوع والسجود والدعاء، تضرع إلى الله سبحانه وتعالى. أما اللي ما قصده إلا سماع الأصوات، هذا ليس له من الأجر شيء، هذا ليس له من الأجر شيء، لأنه ما جاء بيصلي، جاء بيسمع الصوت، وهذا أحسن من هذا وهذا أحسن من هذا، ما له قصد إلا الصوت وله قصده الصلاة، قصده أي الأئمة أحسن صوت. هذا لا يجوز للمسلم أنه يكون على هذه السيرة، يكون قصد المسلم الصلاة تعبد، وأما الصوت فهو شيء تابع وليس مقصودا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن الصحابي الذي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرضى عن امرأة. حديث حذيفة لعله. نعم. أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أحد الصحابة بأن يرضى عن امرأة كبيرة، يقول السائل. نعم، هذه قصة سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة، فالقصة أن هذا المولى يعني العتيق كان يدخل في بيت أبي حذيفة وفيه امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو، فتحرج أصحاب البيت من ذلك، فسألت سهيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: أرضعيه تحرمي عليه، فأرضعته فصار محرما لها ويدخل عليها وزال الحرج. قالوا: هذه فتوى خاصة لا عموم لها، قضية عين، ولا يصح الراعي الكبير، أما هذه القضية فهي خاصة لحالة خاصة ولا يقاس عليها ولا عموم لها، لأن الرضاع لا بد يكون في الحولين، لمن لا يأكل الطعام. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، الرضاع ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، فلا يحرم الرضاع إلا إذا كان الطفل يتغذى به بدلا عن الطعام، فأما إذا كان بعد الفطام واستغنائه بالطعام فإنه لا يحرم.
هذا ما عليه جماهير أهل العلم. وأما قضية سالم مولى أبي حذيفة فهي خاصة لا عموم لها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يصح ثني الركبتين في أثناء الركوع؟ هل يصح ثني الركبتين في أثناء الركوع؟ كيف ثني الركبتين في أثناء الركوع؟ الركبتان ما تثنيان إلا في جلوس، أما الركوع ما تثنى الركبتان، لكن ينحني في الركوع. نعم، الركوع هو الانحناء. وأما أنه يثنيهما فهذا إنما هو في السجود وفي الجلوس. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: امرأة أسقطت بعد شهر من حملها ولم تدري أنها أسقطت، بل ظنت أنها الدورة الشهرية، وعندما رجعت الطبيبة أخبرتها أنه سقط، فما حكم الصلاة التي فاتتها؟ هل تقضيها؟ نعم لا بد من القضاء. إذا سقط الطفل أي الحمل قبل طور المضغة فإنه لا عبرة بالدم الذي يترتب على ذلك، لأنه نزيف وليس نفاسا، ليس نفاسا. إذا سقطته في خلال 40 الثانية إلى 80 يوم هذا كله الدم لا حكم له، إنه نزيف ولا تترك الصلاة، ومن تركتها فإنها تقضيه. أما إذا دخل في 40 الثالثة دور المضغة وصار فيه خلق إنسان، تبين فيه خلق إنسان، فإن الدم الذي يأتي بعد سقوطه يكون نفاسا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم تمثيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم من غير واسطة في فيلم من غير استهزاء بل شرح للسير؟ وما حكم الرجل الذي يقوم بهذه الشخصية؟ هل هو كافر؟ لا يجوز تمثيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لا أحد يمثل الأنبياء في شخصياتهم، وحتى الصحابة لا يجوز تمثيلهم، وصدر قرارات من هيئة كبار العلماء ومن المجمع الفقهي في مكة أنه لا يجوز تمثيل الأنبياء ولا تمثيل الصحابة، ومن فعل ذلك فهو فاعل لمحرم. أما إذا كان يقصد الاستهزاء والتنقص للرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر بلا شك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم اجتماع الناس للعلم قبل صلاة الجمعة في غير المساجد؟ إذا كان هذا لا يؤخرهم عن صلاة الجمعة فلا مانع، لكن الغالب أنه يؤخرهم عن صلاة الجمعة، ولا يتحلقون إلا إذا جاءوا لصلاة الجمعة في المسجد الجامع ينتظرون الصلاة ثم استمعوا إلى موعظة أو إلى درس، ما في مانع، لأن هذا لا يؤخرهم عن صلاة الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا السائل يقول: أعمل في شركة تجارية، وصاحب الشركة قام بالتأمين الصحي لنا ولعوائلنا، فهل يجوز لنا استخدام هذا التأمين الصحي؟ لا، التأمين الصحي تجاري، من التأمين التجاري. التأمين التجاري حرام، وصدرت فيه قرارات من هيئة كبار العلماء بتحريمه، لأنه أكل للمال بالباطل. تدفع مبلغا قليل ثم لو تجري عملية بمثل 100,000 أو أقل أو أكثر تأخذ أكثر مما دفعت، وهذا هذه الدراهم التي أخذتها من أموال المساهمين، تأخذها من أموال الناس، فلا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: لدي 3 أولاد من الذكور كلهم تحت 5، أتمنى أن يكونوا من طلبة العلم وحملة كتاب الله، فبماذا أبدأ وكيف أوفق بين المناهج الدراسية وتعليمهم العلم الشرعي؟ وأريد منهجية في ذلك.
سهل الأمر، سهل في هذا. المناهج الدراسية لها وقت، وبقية الوقت كله صالح لأن تلقنهم وتعلمهم بالليل والنهار، لا يتعارض دراستهم في المدارس مع تعليمهم التعليم الخاص للقرآن وللسنة وللفقه. الليل والنهار فيهما زمن طويل. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: ما حكم المرأة التي تقول إن زوجها ينبغي أن لا يعدد لأنه لا يستطيع الزواج وتشوه سمعته عند الناس حتى لا يتزوج؟ هل هذا من الغيرة التي تعذر المرأة بسببها؟ نعم، هذا ما ليس بغريب على النساء. أشق شيء عليهن وأبغض شيء إليهن زوجها الأخرى، فهي تحاول أن زوجها لا يتزوج، تحاول هذا بما فيها من الغيرة. ولكن ينبغي أن يكون عندها إيمان، توكل على الله، وألا تعارض زوجها ولا تعرقل الزواج الذي أباحه الله للزوج. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في قول من يقول بأنه لا يؤمن بالعين ولا بالسحر؟ نعم، لا يؤمن بالعين ولا بالسحر، هذا مكذب للنصوص، كذب للنصوص من الكتاب والسنة التي تدل على وجود العين، الإصابة بالعين، ووجود السحر. يقول أنا ما أصدق بالعين، ما في عين ولا في سحر، أنا مكذب للأدلة. إلا أن يكون جاهلا فيجب أن يتعلم، أما إن كان يعلم النصوص ويعرفها فهذا على خطر عظيم، ينكر ويخالف النصوص وينكر ما دلت عليه النصوص الصحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال متعلق به سؤال التأمين الطبي، يقول: ماذا يفعل الشخص إذا كان التأمين الطبي إلزاميا وهو يعلم حكمه؟ يدفعه لكن لا يستفيد منه، يدفعه كالضريبة ولكن لا يستفيد منه، يعالج على حسابه، إذا أصابه شيء أو أصاب أهله يعالج على حسابه ومن ماله هو لا من أموال الناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: سمعت أنه لا يجوز للنائم أو الجالس توجيه قدمه تجاه القبلة، فما حكم ذلك؟ ما في معنى، يعني مدد رجليه إذا صار شايب المسكين، ما تخليه يمد رجله، ما في بأس إن شاء الله. نعم. لما يمد رجله إلى المصحف، إذا كان المصحف قريبا منه ما يمد رجله إليه، أما إنه بعيد عن المصحف فلا مانع من هذا. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول: إذا اشتد ضرر السحر على أناس فهل يجوز فك السحر بسحر مثله؟ سمعتم الكلام في هذا والجواب عن هذا عدة مرات، لا يجوز حل السحر بسحر مثله، لأن السحر كفر ومحرم، ولا يجوز التداوي بالحرام وبالكفر وما يخل بالعقيد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي كيفية الرقية من السحر؟ ما هي كيفية الرقية من السحر؟ من القرآن، يرقى من القرآن، سورة الفاتحة كررها، والإخلاص والمعوذتين، والآيات التي وردت في السحر وذمه والتحذير منه، من سورة الأعراف ومن سورة طه، ومن أيضا يأتي بها ويقراها وينفث على المسحور، والشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وتقول هذه السائلة: أخي الشقيق ارتد عن الإسلام ويكتسب ماله من الميسر، هل يجوز لي أن آكل مما يحضر إلى البيت من الطعام، أو أقبل ما يقدم لي حينا إلى حين من الهدايا أو المال أثابكم الله؟ إذا كان كل ماله من الحرام فلا يجوز الأكل من طعامه ولا قبول هديته، لأنه مال حرام. أما إذا كان عنده مال من الحرام ومال من غير الحرام مختلط ولا تعلم أن هذا من الحرام فلا مانع، لأن الأصل الإباحة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم
أكل من طعام اليهود مع أنهم يتعاملون بالربا، لأن كل ليس كل أموالهم من الربا، عندهم أموال حلال. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: نرجو منكم تفسير قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا إلى آخر الآية، ما المقصود بالرداء والجلباب؟ ما هو الرداء والجلباب؟ الجلباب الذي يلبس على عموم البدن، الجلال. الجلباب هو الجلال الكبير أو الملاءة، هذا هو الجلباب، وهو الرداء أيضا، يسمى رداء، يسمى جلباب، يسمى عباءة، كل سواء، يسمى جلال، تضع فيه المرأة على وجهها وجسمها عندما تخرج إلى الرجال الأجانب. وبقية السؤال تطلب تفسير قول الله تعالى والقواعد من النساء. القواعد من النساء رخص لهن أن يخففن من ملابسهن إذا احتجن إلى ذلك، التي لا يرجون نكاحا ولا يرغب فيهن، ما يرغب فيهن الرجال لكبرهن، وهن أيضا ما يرغبن الزواج لكبرهن، يضعن ثيابهن، يعني يخففن من ثيابهن، وأن يستعفن خير لهن. قولهن أيضا يحتشمن ويحتجبن حجاب كامل، هذا خير لهن. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل أقدم الجلوس في حلقة العلم على تحية المسجد خشية من فوات الدرس؟ لا، إذا جئت تريد الجلوس في المسجد تأتي بالتحية في المسجد، ولا يمنعك هذا من سماع العلم وانت تصلي، ما في بأس، ما يمنع هذا، ما يمنع. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: جملة العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش بين يديه كأنه بندقة في يد أحدنا، هل في هذه العبارة تشبيه؟ إيش؟ العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش بين يديه كأنه بندقة. بين إيش؟ من العرش إلى الفرش بين يديه. يديه أو يديك؟ بين يديه. يدي من؟ سبحانه وتعالى. ها؟ يدي الله عز وجل. نعم، كل المخلوقات بالنسبة إلى الله حقيرة، كخردل يد أحدكم كما في الحديث، بالنسبة لله سبحانه وتعالى ما في بس. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز للمرء أن يسمي مولودة إيمان وغير ذلك من الأسماء التي فيها تسمية؟ لا نعلم مانعا من تسمية إيمان، لا نعلم ما يمنع من هذا، والأصل الإباحة، ليس فيه تزكية، هذا اسم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل من مات وهو يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة رغم أنه لم يعمل عملا قط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ المقيد بالأحاديث الأخرى، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، ما نأخذ الحديث ونترك بقية الأحاديث، بل نجمع بين الأدلة ونخصص العام ونقيد المطلق، هذا عمل الراسخين في العلم. أما أهل الزيغ فإن الله أخبر أنهم يتبعون المتشابه، فيأخذون دليل ويتركون الأدلة الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الخلاف شر أو رحمة، وهل في هذا تفصيل؟ الخلاف شر، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يعني فلم يختلفوا، دل على أن الخلاف شر، وأن الاتفاق والائتلاف أنه هو الرحمة، لكن الاختلاف المبني على اجتهاد يعذر صاحبه إذا كان مبنيا على اجتهاد وأخطأ أو معذور، أما إذا كان اختلافا حسب الهوى والرغبة والشهوات هذا لا يجوز، حرام. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل: ما حكم طلاق ما يسمى بعدم التكافؤ في النسب؟
ما حكم طلاق ما يسمى بعدم التكافؤ في النسب؟ وهل هناك مانع؟ لا أعرف هذا، أنا ما أعرف طلاق حسب التكافؤ في النسب، هذا لا أدري عنه. نعم. وهل هناك مانع شرعي في عدم زواج العبد بالشريفة؟ هذا يرجع إلى عدم، إذا لم يحصل فتنة ويحصل شر، إذا كان بيحصل شر وفرقة بين الناس، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح من ناحية العقد ومن ناحية الشرع لا بأس، لكن إذا ترتب عليه محذور فلا شك إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، حتى ولو كان مباحا، إذا كان يترتب عليه فتنة وشر أو قتل فإن هذا يتجنب، ولا تثار الفتن وقال هذا مباح ولا علينا من الفتنة، لا ما يجوز هذا، تدرى الفتن. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: رجل استلم مستحقات نهاية الخدمة. نعم. رجل استلم مستحقات نهاية الخدمة. رجل استلم مستحقات نهاية الخدمة. اي. وأحيل إلى التقاعد وعنده مبلغ من المال ومر عليه أكثر من عامين تقريبا، هل على المال الذي استلمه زكاة إذا حال عليه الحول؟ هذا بلا شك، إذا كان عنده مال وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة، سواء جمعه من مستحقاته الوظيفية أو من بيع وشراء أو من هبة أو من ميراث أو غير ذلك، إذا حال عليه الحول ويبلغ النصاب تجب فيه الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم من يصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أمير الأنام؟ هل هذه العبارة صحيحة أم لا؟ إيش؟ أمير الأنام. أنا أنام؟ أمير الأنام الخلق يعني؟ نعم. ما في بس يعني بمعنى سيد الخلق أو نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يعذر صاحب البدعة بجهله إذا وقع في البدعة أم لا يعذر؟ كيف يعذر؟ ينهى عن المعصية وعن البدعة ويزيله، وأما أنه يعذر بالجهل هذا إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نحن ما نتركه على البدعة ولا ننكر عليه ولا نبين له السنة ونقول هذا جاهل ومعذور، لا، هذا حرام علينا أننا نسكت نتركه على البدعة، يجب علينا بيان، أن نبين له وأن ننصحه وأن ننهاه عن البدعة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل الإنفاق في إفطار يأتي بمعنى الإنفاق مع البخل؟ إفطار يعني فقر، الإفطار معناه الفقر، على الموسر قدره وعلى المقتر قدره، الإفطار معناه الفقر ما هو معناه البخل. نعم. البخيل ما هو منفق، البخيل لا ينفق، لكن الفقير ينفق على قدر استطاعته، بل قد يؤثر على نفسه،